المرحوم المستشار رأفت المتولي؟ أكيد هو، بس ده شكله اتغير عن زمان. مصدق نفسي تقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجدع واحد يقعد ويوفي. اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ قلت الادب عليا الطلعه، ما تقعدي على ذمتي دقيقه واحده. انت طالع يا جماعه، استهدوا بالله وصلوا على النبي. ليك في حالك يوم. انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. جري يا اخويا، تعالي يا بيت جري. لا اقوم معاك. انت فاكر مورا رجاله؟ لا يا حبيبي، دي ورا رجاله لك لصاله. انت فاكرني لقمه طريه؟ لا طريه ولا ناشفه يا اخي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حقته. فين مفتاح الشقه يا ابن عمتي؟ مفتاح الشقه؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. فين مفتاحك يا امك؟ ما جبتوش معايا، نسيته. فين سايب مفتاح الشقه لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت شفت هم بانوا 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 ياما بانوا 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 بانوا. أمال فرحكم إن شاء الله فرح ولادكم. ألف سلامة. يلا بينا بقى نروح نطلع. إيه؟ لا إحنا قدامنا شغل كتير. يلا بقى. طب استنى حط دي. حط دي يا روح. يا سلام، هي جت على دي. نهارنا رادي إن شاء الله. يلا. القمر أهو. شفتي بقى ميزة الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من أوله. لا ما انا هنام. لا تنامي إيه يا عروسة، مفيش نوم طبعا. لا تنامي إيه بس. بقول لك هنام أهو. العفش اتصحر. ايه؟ استني، ده ما سابوش غير نجفه. يا نهار اسود يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. شاع عمري، شاع عمري راح. مين؟ يا جسمة. قشطة جوجل، العفش كله تشوم في المخزن يا ابن عم. سيك يا غالي، انتوا خالصة بالصلصة. حاسب الرجالة. يا ابني ما انا عدم. عد الفلوس يا ابن عمي، الايد غلطة خصوصا لما تبقى ايدك. والنعمة انا كنت عروسة قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما انت كمان لسانك مبرق. الهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك وتبقى على وضعك كده. إلهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا بارك عليك كده. ياسر بس حضر. يبقى رسالي حضر. ولا تبقى ده محمود.
بس يا جرح. جم 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 شبيلة. جون يا باشا. الواد ميسي ده لعيب زي رجاله. جوجل دي يا باشا جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتعمل كده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف شايف الهبه دي؟ مش جايب لها ميكروويف، هديها بتغسل على ايديها. طب اغسل البرنر. تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيه. ايه ده؟ فين العفش؟ يا فين العفش؟ انا فين؟ طول ما انت بتتنطط زي سوسه البنوليس كده مش هتطول مني حاجه. طول ما في عفش مفيش عفش. اهدى بس يا انت باشا. اقعد اضرب بقى. عايزني اساعدك؟ طب اهو اهدى اهو يا ياسر باشا. اهدى 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 بس اهدى تاني. ده كان فاضل حيطان يا خادع. فين الدوب؟ يلا خد الدوب كمان يا باشا. الشقه كانت مكمكمه، قلت اعمل لك طياره. اه والله وحياه امك نظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اهو في كل حاجه. عورتني اهو عورني اهو يا عم. استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم. يلا وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير، وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه واحنا بنقول يا هيكله؟ يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وهات من الاخر. ماشي يا باشا. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك. يديك يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه. انت عبيط يالا. تسرع عفش ولقيت دخلتي يا باشا. ما انا حكيتها معاك كتير وداج المراه واضع والعتاب صابوني القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير. وسكان اصاله حذرت انا بقى بكفرت على طول. ولا هات من الاخر. طلباتك ايه؟ شريط اصاله. كيف يا باشا؟ جاهز؟ يا هولا انا صاب عليك بالعافيه. استنى هقول لك. تفرج على الليله ناوي؟ يعني الان افرج عن العفشه، غير كده يا كبرنا هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده اديك لبستها. شفت رمي البلا سهل ازاي؟ على فكره انا عارف انك تقدر تسجني، بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في المادة 316 بينص على ان اللطة اللي احنا فيها دي من 6 شهور ل7 سنين. محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانس اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايه ده جوزها؟ مجازي يعني؟ مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت. مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفارة. ايه يا باشا انت كده شايفني خفيف؟ انا مش هخرج من هنا غير مراتي معايا. اسحب لك سحبة مايكي يا مشمش. الجيران اشتكوا، وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه في صابون بتاكل في المسلح، والمسلح موحوح لوحده. خليك في حالك يا اخوي. ما حالي هو حالك يا بنت. انت هتفضلي لابسه الوش الخشب ده لغايه امتى؟ والنبي سيبيني في حالي يا شيماء. يا بنت اتقمصتي من غلاين اعصاب. ومش عارف على ايه، ده صبر يتمنى لك الرضا ترضي. ما ده اللي قاهرني. نفسي اخلف لحته تعالي. احنا داخلين في سنتين جواز. وست سنين خطوبه. كان زماننا جبنا اعمال وبذاكر له ماس. يعني حسابي يعني. العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين.
خلينا بقى من الموعدين، انت دارسه في امريكا وعارفه. يا صابر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت، الله يبارك لك، انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر، حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله بحس بيك. اشمعنى يعني؟ واخد مسكن مهبطني وسنه الناس. انا لا رايح دكتور ولا هاجي عند دكتور، اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب، اصل دي روح مش يمامه هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليمامه تجيب البندق؟ حبيب قلبي معايا. بس حد لنا لقمة حلوة تجيبه بوسه ولا ده مش موضوعنا؟ اه مش موضوع. كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه. حياتي بليز اتركني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما هيختصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جمال فلاسفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد عليك لاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لا عايز ايه؟ شريط اصلك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج. بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب، ذا وايف. برافو صابر. بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال 100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا قد؟ واحد. واحد ايه؟ قصده يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يلا بلاش هنبكر. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. قرصتها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيليل. على جريالك. الله، في ايه؟ انت تقعد ترقعني في الكلام يا عم؟ لا هرقع لك ولا تسرفلي. شيل ده من ده يرتاح ده عندك، وبلاش تتليق. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيش يا الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل، واللحظه الحقيقيه عشان لو احتجتني، ده الايميل، ما انتش غريب برضه. واحد، تسمع لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني لعيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى لعيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. فيا يا دكتور؟ كيمستري. بالبلدي كده الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا.
ما تاكل يا بنت انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر بقيت ارض بر. يا دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده فرسان جديد؟ نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لك طبق شوربه. لا بس بقى. الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا روى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حياتي. هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر؟ البت هبه دي زعلانه مني قوي. عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي هي برضو ما جاتش في موتة امي. صبري انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا يا دي النيله السودا. مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه يا ست. الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي مش لازم تسمعني. انت شايفني؟ انت فاهمني؟ انت فاهم؟ وتعاملي مع وش على انه ورش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300 400 جنيه. كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قوم يا بيه فز يا بنت اعمل كوبايه شاي. فيلا كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. شاطر ربي استر في عيني يا حبيبي. طب ثانيه غفت بتكتب عليا. بسم الله ما شاء الله وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بنت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وعينيا بتتطرف. عبده
انت يا بني ادم. ايه سعاده البيه؟ خير انا بني ادم؟ خير يا سعاده البيه؟ عربيتي فين؟ ما خبيرش يا بيه عربيتي ايه؟ ما كانت واقفه هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شويه يا بيه. الو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. انت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر. أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي. حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ ما تيجي رايح لنا ساعة قبل المصلحة دي. لا أنا حلي مهدود من امبارح. امبارح إيه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وأنتِ كاملة الأنوثة. لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. أنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوة. ولا أنا. يا دي كامل! أعوذ بالله. أنا أتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنتِ بالمنظر ده؟ لا ده انا بيبقى ليا منظر احلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب اوريهولك؟ حاسب يا استاذ. حاسب يا استاذ. يا نهار ابيض رجلك هتتكسر تحتك. اشكركم. هي القهوه اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. طب تعالى. ها عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايز اغير عقلك. لنا واحد. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقه واحده بس. اهو ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعي. اهدى ايه يا باشا، ادخل اول يمين في اول شمال هتلاقي ثلاث عربيات، فيهم عربيه متقطعه، دي عربيتك. المستشار عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. ألف سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك الملك فاروق. ايه ده؟ إلها ايامك ترجع كان الجنيه ب 12 دولار اهو. طلقت وركب سوبر جيت. سامحك يا انجي.
انا قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي، انا بقيت في حضن ليلى، زبط لي ضربات القلب، وانت تقول لي كل متر ونص كمين؟ امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقتي والباقي بيعدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نصفر العداد؟ لا 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 صابر، انا عايزتك عن جد توثق في مصر السروجي، لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش، اصلها كده هتبقى متعشيه متعشيه. مين هاي المتعشيه؟ امي. بص يا طهرة، انا ما بثقش في حد، والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي، العيب علينا احنا. احنا بعد كده نغير سياستنا، الدفع قبل الرفع، وقلبك الطيب ده بقى حضنهولي على الرصيف قبل ما تيجي. اهارتي ده بقى اللي موديني في داهيه. قلبه يعني امريكاني. اخلص يا صابر، اسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا ما قالهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى، ما حدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي، الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك هيخليك ما تعرفش تعزف على البيانو. انت دارس في امريكا وعارف. ادعي لنا يا صابر. ادعي معانا يا طهرة. يا رب اشوفك هاني شنوده. مين هاني شنوده ده؟ يلا هاني شنوده ده اللي اكتشف عزه ابو عوف وما ابو عوف وسيد ابو عوف. ومين سيد ابو عوف ده كمان؟ سيد ابو عوف ده اللي هو ابن خالد بنت عم ابوك. القرابه اللي بتقلب الشتيمه دي. يا عم ما تقول كده. سلام يا كبرنا. سلام يا جوجي. دولاب جوكته لسه قديمه، ولسه في بالي زيزو هيمه، صحابي زمان وعندي كرامه عليها القيمه، واحلامي في كل مكان. لا صوت بقلص بيتلاشى مع الايام، ولا الاحزان بتتناسى ورا النسيان. الله، والنبي عسل، وانت عسل وشعرك عسل. ايه يا صابر، ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك، بعد الجواز الكلام بيمسخ. قول لها يا غندور. بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي ابقى واطي. ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت إلهي تتشكى بعيدة. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رمية. اشك. البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا، انا مش لعبة معاكم. قرف ده. خف النار شوية يا لولا بخلص. ما كفاية شرب بقى، صدرك هيغلق. ايه؟ صدرك هيغلق؟ على اساس ان عندي حفلة الصبح. دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليها صابر. فاروق جاي لقشين اليومين دول وهخليه يكتب عليك. ولا ايه يا رواق؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي، هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه. وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماين يا مشمش، خليتيني اصدق. دفري الواد تحت ايدي، لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه. اللي تشوفه يا صابر. طبعا. طب استأذن بقى يا جماعة عشان عندي مصلحة. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. انت كنت هتطلعوا سلاح ليه يا بت؟ عادي، نطيت من السور، دخلت من الشباك. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم جدا جدا. انت مين قال لك؟ انت خويت الملاحظه. تعالي بقى نتسايق. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قالي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الإنسان إيه غير مجموعة أيلولات؟ أيلول ماضي وأيلول حاضر. تعالي بقى نايل شوية. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ حرانة زيي برضو؟ أوه حبيبي اشتقت لك. طيب أنا أهو. إيه رأيك؟ اتفضل يا باشا.
رعاية الله يا باشا. القهوة اللي احنا فيها عند الشيخ اللي قاعد هناك. يا كوكا يا كوكا يا جوجل 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 جوجل. يا دي البهجه اللي انت بيها دي، مقابلني بباريس؟ نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتافك كده ومحوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخويا؟ عشان ما جتش موت خالي خالي خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. عيل غلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جرايا جوجل بقى. وريا بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن اللي جوايا. وبعدين بكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعة ما بعت الصور النار نار نار دي وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعة ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم كلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شاحه في السجن وانا عايز اعرف تشقيطها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبوسني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. الهي يحبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللوت ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو. سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه. الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة الأمانة ضاعت بالناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كل لسه بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسايبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، وإيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب. ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه؟ مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني؟ فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية. عنده قطعة آثار عايز يهربها بره. أنت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وإيه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. إزاي وأنا بالزرقة؟ هقف جنبك. يا باشا أنا آخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الأطول. اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة. وصفحة سوابقك دي هتبقى بيضة زي الفل. والثلاث سنين اللي انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالب والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانية الا ثانية. طول ما انت يا باشا في الخدمة، العبد الله في الخدمة. بس الزرقة. بس جات لي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسة استئناف. قصير. هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما اسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما اقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط أصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا يلزمني اهرب بره مصر كلها. لو سمحت لو سمحت يا حرام. ماشي.
انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد، الهزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد، انا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي خد عفر السيجارة دي. مسك نفسك يا ابني شوية، قول لي ايه حكايتك بقى عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرة النفس وحشة. اللي قدامك ده ابن ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج، وخدت منها درجة اكسلانس اكسلانس لانس لانس لانس، عداني ابن الجذبة صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانة الامانة، خان الأمانة وخد اللي ورايا واللي قدامي، أنا اللي عملت في نفسي كده. تصدق أنا حبيتك أنت. You love me. وحوقفك تاني على رجليك. أنت قلت لي اسمك إيه؟ صبر. شوف يا صبر، أنا هخليك تعمل أحلى مصلحة. هنا يا عمو. ده هنا بيحصل أحلى مصالح. أهم حاجة تبقى حلال. طبعًا حلال. بس المامور الجديد بقى منه ايه؟ خالو سمير. خالو؟ خالو ازاي؟ اخو ماما، ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمي في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعرقك بتلاتين في المية. يا عمو كلامك غريب غريب قوي، انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحه يعني بيزنس. اوكي وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكان. شوف يا صابر باختصار، احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا. يا اوكي بس انا عارف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، هي فعلا مضر بالصحة بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده تلاقيني مكمرة لك الموبايل في آخر الحل في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غالية، ما بقتش فاهمة دماغي. أنا من ساعة ما حيقولي هنا حتى أنا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت رجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. إيه؟ السروج عارف اللي أنت عندك جلسة يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل قول له صبر عارف انك انت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على بطنه، وكمان بلغه ان الحكومه عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى، ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيك. ايه يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك انا. ايه يا عم انت، دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي يا رب. يا رب ارجع عليا. انا بقيت مخلوق فضائي، تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور، يا خالو. خالو مين يا؟ مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. لا 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 انا زعلان 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 ثلاثه زعلان. معقول اكلمك كده مرات وما ترديش عليا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، وبعدين انا اتصلت بيك على البيت وما ترديش عليا. ما انت فاكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي ياح. ما تبصليش كده بقى يا خالو. انت بشاير وخالي اللي مشتري يتفرج يا خالو؟ خالو انت عايز ايه يا؟ بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس.
انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنفسها يا حبيبي. بجد يا لولا معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدقني، مش مصدقني. هنا الزنزانه دي هتولع لأعلم الخاص وداني. اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صابر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ دي رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو، خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في زنزانة؟ أعمل إيه؟ خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. إيه لي بقى عشان رايح استئناف؟ يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم، أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أمي. نصفر يا جوجل 10 خضرة أمي كده، يبقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا، ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك مش أنا. ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟
حتة آثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. وبعدين؟ كده أنت فهمتني كويس. طبعاً يا كبير، تمام؟ آه تمام؟ الله، أنت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس، أنا ما قلتلكش إن أنا ملبوس. آه خلينا في المهم. الموبايل ده خط جديد، هكلمك عليه في أي وقت. والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجة الأصالة الجديد؟ ما تقفش، احنا هي ناقصة قفش. طلب 4/4 ساعة لجوريسك ريجوليروفشك ريجوليروف. طب علي 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 علي. ده تاكي نيبولا فيرولا. لو الخبر ده طلع صحيح تبقى مصيبة سودة. خبر ايه؟ مش عارف بس قلقان. ده بقى انسيدنت ني استال بريتندنت من السدي. اسيبك انت بقى تقلع لوحدك ولا انا في اي مكان تاني. سلام. ها ليلى، انا بخير. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين شوفي مين. حاضر مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا، فين صابر يا بنت؟ في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب. يروح امك يا فندم، مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا، يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ اهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا اكتر من 15 سنه. Delivery date. Well, you are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك انك اتأخرت عليهن كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي، نظام سداد الفلوس ازاي؟ A delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك التلت هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وأنا موافق. أوكي. يا صابر حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت متراقب. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا تلط تخش السجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد، انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعة. أهم حاجة بعد الصلاة. أنت عرفت إزاي إن البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤية، أصل بنام طاهر. كلام. أنت عايق براها أمك. أوبا، إيه الجو الأمريكاني؟ أنت جبني هنا ليه؟ مزاجي، أنت هتسيبني أنت هلا. قال لك لما يظبط الحجر بس شوية. ولا! بقول لك إيه؟ أنا لا هسلم ولا هستلم، أنا روحي في إيدك. فين ال عُف؟ لا، كده أنت بتدخل ظرف التهريج وغالباً بتقلب بجد. امسك. اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ اما بقول طلباتي بتسال. شريط اصالة. اوبا، ده انت معبي. لا، انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم، امك اللي ذنبنا عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي، ايوه كده. كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومه بتحب تتاكد. ولا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمه. خلص يالا. مالكش امان عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. بطل وسخ. انا وخالص هو اللي قال لي.
ولعلمك بقى عشان خاطر المحبه اللي ما بيننا، العروسه لميع مش مطربه. افهم من كده ايه؟ كنت انا فهمت. مسكره ادي الفلاشه اللي عليها العروسه، بس امانه عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. مش هو على ايدك انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه، انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي، بس امان عليك بلغ مصر قول لها ابنك صابر بيقول لك كفايه كفايه عليه قوي كده. كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكلب. روجر اقعد تصدمه ادخلها تصنخي قلبي يا في يا جدعان استعبطت ولا ايه؟ في في يا صابر حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك. خليك معايا وعالدغري هتكون جدع هديك عمري
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل، ما نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر، انا عملت سيرش على مزارع جديده وحددت بعض الاماكن اللي ممكن نشتري فيها. امال ايه مشكله مصانعنا الدمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متامن عليهم صحيا تبع التامين الصحي الحكومي، و80% مش متامن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكله. لا مشكله ولا حاجه، امن عليهم تبع مستشفياتنا واعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. ايوه بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركه. لا ده سوء اداره. لما تبص في مرايتك يا فاروق اول ما تلمح المعايبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزه، لكن لو داريته هيبقى مليون عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعه. انا لسه عند رايي، ده هيعمل لود على ميزانيه شركتنا، وبعدين في الاول في الاخر دول عمال مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تامينك على مين؟ انا اسف يا مستر عمر. طب انا بلغني ان مناقصه وزاره الاسكان بتاعه الشباب رست علينا، وزي ما انا شايف كده ان الشقق نازله على 43 متر بالظبط يا فندم، والكلام ده مش عاجبني. المساحه تتحول ل 100 متر الا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر، وبالمره احجز لكم انتوا اولى. ازاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزاره ومش هينفع يتغير فيه. مالكش دعوه بالوزاره، انا هتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحول المساحه ل 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها
ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانية خالص. كنت فاكر ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الازازه اللي ما بيننا على الاقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ ست. ده بالنسبة لك، لكن بالنسبة لنا تسعة. وده أكبر دليل إني من مكانك ممكن تشوف الأمور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك ممكن تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل أسئلتك من غير ما تسأل، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجة، في سياسة وفي إعلام وفي رياضة، بقى كله بيفهم في كل حاجة، كله بقى رئيس. انت شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انسجام؟ أنا آسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الأسانسير يا حيوان. يا نهار أبيض. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، أوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عامل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا، اتفضل يا فندم، اتفضل. مش ملاحظة انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقة، ما هو نهاري زي ليلي. على فكرة الإنسان طاقة، وأنا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتلة. ابقى بالله. هي ايه؟ الفتلة. واضح الفلوس ما غيرتكيش. بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو غيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت. عشان انت ما بقتيش انت. انا؟ انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا؟ يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك. ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا
ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك رجعت لاصلك. دي السكرتيره متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها ما يتسابش منها حته تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي فرحان في ايه؟ صبر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صبر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله. كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده متشعلقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك. ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نامن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله وبس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقولي؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صبر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم. والله ده كتير. مش قوي كده يا نقشرتي. خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده احنا عايزينك معانا. الموضوع كبير قوي، مش معنى لا. ده انت عملت نجاحات كبيرة قوي، فت البلد والناس، ده علاوة علينا اسمك بسم الله ما شاء الله في العالي. والأهم من ده كله انك شخصية مش محروقة. الباشا مضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري بلعب بيزنس، السياسة دي مش لعبتي. صدقني الاثنين لعبة واحدة. البيزنس من غير سلطة تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومة من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشة اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطة عشان تحمي البيزنس بتاعك، والحكومة محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي أهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عقيدها. وانت كمان زيها. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انت ما تتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجة الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقة. انت حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجة، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجة هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه. ان شاء الله. هشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله. اشوفك على خير ان شاء الله. يا ماما ليلى انت ماشية بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من ما محتاجه لحد. باي باي يا ماما ليلى.
معتز، وريني كده كشف رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر. في حاجة يا باشا؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن أكيد حي. خد توأم، ما هو التوأم ده ميزة وعيب. ميزة اللي تطلبه بس افهم ليه. وبعدين عمر النشرتي رجل اعمال وطني ومحترم جدا، وملفه عندنا ابيض. سيادتك بس طلع لي ملفه وانا احكي لك الحكايه من اولها. خد عندك اسم الواد ده، صابر سيد الطماني، عايز ملفه برضه. ايه يا عمر، بيه الاسعار انتوا بتبيعوا بيها دي يا راجل؟ يا اسعار مش منطقيه بالمره. ايه انتوا بتلاقوا فلوس في الارض ولا ايه يا راجل؟ مش كده جرايه منصور بيه؟ هو في حد بيلاقي الفلوس الايام دي في الارض؟ وبعدين ما انت كنت امبراطور العقارات في مصر، وعارف كويس قوي ان الاسعار اللي احنا بنبيع بيها دي بنكسب بيها، ومية في المية كمان. دي نعمه يا راجل. بقى بعد ما كنا بنكسب 200 و300 في المية، دلوقتي عاوز نكسب 100%؟ طب نجيب مرتبات الموظفين منين؟ والله يا منصور بيه انا بحمد ربنا وببوس ايدي وشي وظهري راضي بالمكسب ده. احنا مبيعاتنا تقريبا شبه متوقفه، وكل ده لصالح شركاتك. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. منصور انا ماليش في الحزام، انت شايف. بص يا منصور، انا مش عايزك تنسى لما كنت بتلبس الكاوتش الابيض بتاع باتك ب2 جنيه، لما كان يصفر منك كنت بتعلم على بيت التباشير الابيض عشان يرجع جديد. اتقل في الناس. اللي بتعمله ده خطر، اسمه خراب بيوت، وما نخاف سلم. الخوف ما بتسهيش، بيطرد. وانا طردته من زمان. نورني في البيت يا الله. تشرب حاجة؟ ايه؟ كنت سايب مراتي مع اخواتها البنات؟ بطل يا عم، مالهاش غير منصور الكلب. انا كل اللي قدرت اعمله اني خدت رقم العربيه. انا كلمت رجالتنا في الداخليه بس الارقام طلعت مضروبه. الو الو ليلى، ما تخافش، مراتك في الحفظ والصون، احنا برضه ولاد بلد ما بنمدش ايدينا على حريم. مين معايا؟
معقول نسيت صوتي؟ شفت بقى الصغير مصيره يكبر سروج. ما كنتش حابة اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز يا سروج؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك يا سروجي، التليفون صغير منك كان حقك هيجي لك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحر. انت بتكلم عمر النشارتي؟ انا حقي كل اللي معاك يا نشارتي. ده. يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت الناس. أنا فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة، أبيدك زي طفية السجاير. أنت عارف تمنها كام إنك توقفني قدام مراتي وهي مربوطة؟ أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. انت مش هتخرج من هنا على رجليك الا بعد ما اخد حقي. مستك يا سروجي ان انت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزه مهمه جدا. حاول تحافظ عليها. شال الهم من صبر ياسر بيه
يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصبر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعال اسر بيه، تعال نشرب فنجان قهوه، هغير ونقعد مع بعض شويه. ايش يا باشا؟ يا ياسر بيه، كلمات الاغنيه دي بتمسني قوي قوي من جوه. منور منورك، جازز انت من جوه مش عارف ليه. يا ابني شغل لنا حاجه لفرانك سيناترا، ولا شغل لنا حاجه لصالح. ها 10 سنين عشتهم بره انت في نعيم، وعشت انا هنا في جحيم. الجزاء من جنس العمل. وبعدين يعني لو كنت وقعت تحت ايدك انت كنت هتسمع عليا؟ طب انا عشت 30 سنه في جحيم ومحدش حاسبني عليهم، وغلاوتك عندي ولا حتى كوبايه شاي. طب ما تيجي نتحاسب. طبعا نتحاسب، انت ليك حق عندي. وبعدين انت اولى من الخريف. هو ننسى ان انت كنت سلمه للخير اللي انا فيه دلوقتي؟ وانا ما انساش جميل حد عليا ابدا. ها تاخد حقك بقى سيوله ولا ناشي؟ لا، حق البلد الاول. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقده الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقده الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش هسيبك. مالكش حاجه عندي، الحرام بشيلته يا باشا. معقوله؟ هو انت لسه ما سكتش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد، هي بلد واحده بس يا صابر. انا اسف هحرجك، انت مين عشان يقول ينفع وما ينفعش؟ انت حاجه صغيره قوي كده ترس في مكنه كبيره. فلسفه فارغه؟ لا دي مش فلسفه، دي محس حسابات ماني. انا ما اعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك، قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنه والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود، انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. يا سربيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول. يا حبيبي ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتري لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها على الورق بس، لكن انا بحبها عملي. نرجع لمرجوعنا، تاخد حقك سيولة ولا ناشي؟ لا انا هعرف اخده ازاي. انا قلت كده برضه. عايز اقول لك نصيحة يا سربية، الحياة علمتني ان الدنيا دي عاملة زي المطار، كل واحد فينا ليه رحلته، فخليك في رحلتك احسن. رحلتنا واحدة. طب خلاص ما تقعدش جنبي بقى عشان انا بقى اشعر. ياسر باشا اوعى تفتكر ان انت الافضل، لا احنا الاثنين مالناش صحاب، انت مالكش عزيز وانا مالقتش عزيز. وبعدين انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا دي لما
لان ده لا في البروتوكول ولا في الشياكه، وبيزعلني قوي قوي. عايزك بقى توسع سترك الفتره اللي جايه، هتستحمل مني كتير يا صابر، وخلي بالك من نفسك. طب ممكن تتفضلوا بعد اذنك يا مصطفى. اتفضل. اهلا اهلا. وانا اقول المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ ازيك؟ اشتقت لي. انا برتاح جدا وانا بتكلم معاك، هاجي لك في اقرب وقت. اوكي تمام. ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا، ما اتكلمناش من ساعة اللي حصل. طب هي كويسة؟ كويسة. أنا قررت أسافر. نعم يعني؟ أنا قررت أسافر أوروبا طالما أنا مش عايشة بأمان هنا، وأنت مش فاضيلي. بس الكلام لما تكوني عايشة مع هبة، مش عايشة مع راجل. وانت بتسمي دي عايشة؟ ده احنا بنتقابل بالصدفة يا راجل. وانت ايه بقى اللي مش عاجبك في العيشة؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس، عربيات، وقصور. انا لا عايزة فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه ايه بقى يا هان؟ معناه ان انا خلاص خدت القرار، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا! انت هتنام على الجنب اللي يريحني انا بس! علاقتك! فوق! مرحلة ايه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك انت، لكن من وجهة نظر الناس ده راجل أعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكرة وقلنا إن الراجل ده نصاب، الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حملة تشويه، وشعبيته هتكبر. ده غير ثقة الناس فينا اللي احنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقة الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين وأصحاب المصالح للعدالة. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس 5 دقايق يا متكتر. دقيقة. اتفضل. ياسو ألف سلام عليك يا حبيبي، قلقتني. قلقتني يا ياسو. معقولة صدر ورجليك؟ أنا آسف، أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش لسه عايش، بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القذرة، الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبايبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي، احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقولها دي. الكلام ده قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على مصلحه
اللقمه المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي، وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي، وانا يا سيدي هتجاوز انا بصراحتي. انا اسف يا اخي، اعمل ايه رجليك ناحيتي؟ وبعدين لو ما اتعلمتش من اللي فات اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك اعمل مرشين للعيال. كنت متأكد انك هتعمل جو عزة نفسي منعاني. صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني آدم، عشان احنا بقينا في زمن الخيانة وجهة نظر، صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكايه اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافه بينهم 3 متر. اللي عمل الحركه دي خاين رخيص. بس ابوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. انما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو ابوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين ايامهم كان ايه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخاين هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. أنا إذنك يا رب. الحوار ده ما يخصكش، بس لما أقول لك سقف يبقى سقف. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر نشرتي، اسمه صابر سيد علي طماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. تديله فرصة تانية وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقة وزارة الاسكان على ارض الواحات. ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حملة الدعاية ومدينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفى شوي.
لما جرحتني ما لاحظتش. انا عمري ما فكرت اخونك لانك ابويا واخويا وضنايا اللي لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس اني اجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله انت اللي دمك حاضن دمي يا ليلى. احنا في نعمه وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبه قوي يا ليلى. تعبتني زي ما تعباكي. عايزه تعلمني كل حاجه وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجه بالفلوس ودلوقتي جايه تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكره ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجه. زي ما علمتني ان انا انسان مش نص. وبرضه جايه تعلمني عكسها. تقول انك مش كامل. مش كامل لاني مش قادر اجيب ولد منك من صلبي ولا انت. والحل ان احنا نفترق وده مستحيل. وبعدين الطمع ده حد يطلب بنت بيضة حلوة زي الوردة حتى وردة ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى اصبري. بحبك. انا بموت فيك. رجلي وجعتني قوي يا ليلى. Yeah.
فاروق انت عندك كل تفاصيل عمليه السروج الاخيره، عايز اشوفه في السجن. خير يا فاروق؟ مالك؟ خبر مش كويس. خير؟ ياسر الظابط هيعمل حلقة في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك، والإعلانات مالية الشوارع والنت. أنت غلبان أوي يا فاروق. روح أنت وأنا هتصرف. طيب فهمني بس. يلا يلا. صورة من شرف. مش أنا منفذ أوامرك، لا أعمل هيك عشان بحبك. بس 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 خلاص. عارفين في بعده عني ناقصني إيه وإيه، مش لاقي حد زيه اهتم بعده بيه. جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة. ألو إزيك يا أستاذ حسام؟ مع سيادتك المقدم ياسر فن. أهلا ياسر باشا، إزي حضرتك؟ الحمد لله يا باشا الحمد لله. الحقيقة النهاردة الحلقة بتاعتي كانت مفروض تتذاع، ما تزعتش لحد دلوقتي. ايه السبب سعادتك؟ هي فعلا اتأجلت. اتأجلت؟ اتأجلت ليه والامتى؟ والله الامتى دي معرفش، انما ليه تقدر تسأل فيها منصور بيه المنشاوي، هو اللي امر بكده. طب يا باشا انا هتصرف. شكرا يا باشا. اتفضل 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 فندم. اتفضل اتفضل. مع السلامة. ايه ده في ايه؟ هو مش منصور المنشاوي ده اللي كان عايز الحلقه تذاع عشان صبري يتفضح؟ ايه اللي جد يعني؟ واضح ان البلد دي بقى فيها مليون عمر نشرتي. جيت احارب تعبان بحاوي. السيد المستشار النائب العام محامي الشعب، بعد التحيه، اليوم نحن بصدد قضيه غير كل القضايا، هي اعظم واخبث من غيرها. انها قضيه فساد وافساد من الدرجه الاولى، قام مرتكبها بتسويق نفسه إلى الرأي العام على أنه الفارس المخلص والبطل المغوار الذي سيدخل برثان الشر فيفنيها من أجل تحقيق أحلام المواطن البسيط في أن يحيا حياة كريمة هادئة. فالتف الجميع حوله وجعلوه تاجا على رؤوسهم، ووافقوا ودعموا وصفقوا له، وأصبح يكبر كل يوم أضعافا مضاعفة، حتى بات يتحكم في أقواتهم ويتملك مشاعرهم وعقولهم، وامتدت يده الآثمة إلى كل موقع مؤثر في هرم السلطة، حتى أصبح له رجالاته وعملاؤه الذين يخدمون طموحاته العفنة. فكل يوم يمر دون مقاومة ذلك السوس الذي ينخر في عماد الوطن سيكون سببا في انكسار إرادة أمة وانحنائها أمام رؤوس أموال طاغية جاحدة لا تعرف إلا لغة الأرباح والمكاسب، حتى لو جاءت على جثة هذا الوطن. عارف إن النائب العام عمل لك ضبط وإحضار، أنا مش عايزك تقلق خالص. بالنسبة لك دلوقتي جوه أأمن من بره بكتير، لحد ما نشوف هنطلعك إزاي يا صابر.